قصة بتحكي عن 14 ولد في سنة 5 كلهم عندهم 10 سنين قرروا يروحوا للحلاق يحلقوا شعرهم خالص ويشيلوه زيرو زي ما بنقول. بدأ الناظر بتاع المدرسة لما دخل الفصل ولقى 14 ولد كلهم حلقين شعرهم بيسألهم انتوا ليه عملتوا كده؟ فقام ولد المتحدث عن الفصل قال ان احنا المدرس بتاعنا اللي احنا بنحبه قوي اللي مسؤول عن الفصل عي واضطر يلجأ لعلاج كيماوي فبقى شعره بيقع فبقى يدخل الفصل ما عندوش شعر فاحنا عملنا كده عشان ما نحسسهوش ان هو out of place او ان هو مختلف عننا. قد ايه مهم جدا ان احنا نحس بغيرنا وقد ايه مهم جدا ان احنا نحاول ما نحسسش الناس ان هما مختلفين عننا بس كمان نحتضنهم ونساعدهم. اللي عملوه الشباب ده خلى المدرس يخف وحمسوا أكتر للعلاج. عايزة أختم معاكم بالآية دي في غلاطية 6:2. الآية بتقول احملوا بعضكم أثقال بعض وهكذا تمموا ناموس المسيح.